السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه الطلاب الصف الثالث الثانوي. اهلا وسهلا بكم يا شباب مع واجب الحصه رقم 8. على بركه الله يلا يا حبايبي نبدا على طول مباشره. هنبدا كالمعتاد بحل الامتحان، ثم يا شباب بعد حل الامتحان طبعا بنبدا نحل واجب الكتاب. بالتوفيق للجميع، شد حيلكم، ابقى ادخلوا على صفحه الفيسبوك شوفوا صور الاوائل وعقبالكم يا رب باذن الله ان شاء الله. على بركه الله يلا يا حبايبي نبدا. طلع امتحان اللي اتصحح اللي هو بتاع يونت 1 بارت 2. يونت 1 بارت 2، تعال نشوف ايه افكار كانت الامتحان. اول حاجه طبعا كان في الامتحان في جزئيه ترانسليشن، ترجمه، تمام. الترجمه بتقول لك تبذل الحكومه ما في وسعها لرفع مستوى معيشه الافراد. طبعا يا حبايبي اول حاجه the government does its best، تبذل قصارى جهدها لكي ترفع مستوى المعيشه. حبايبي الحلوين فعل raise يرفع، raise يرفع، بيجي وراه مفعول. يلا ركز بقى، اما rise دي معناها تشرق او ينهض، تشرق او ينهض وما يجيش معاها مفعول. يبقى كده الاولى دي غلط وما يجيش معاها مفعول. ما تنساش rise ينهض او تشرق بدون مفعول. اما هنا جاي يقول لك مستوى المعيشه، ده مفعول، بترفع مستوى المعيشه، مستوى المعيشه مفعول، يبقى الاولى غلط عشان رايز. طب الثانيه ريز والثالثه ريز والرابعه ريز. تعال نرجع تاني ونقول نيجي الثالثه بقى، داز اتس بيست، تبذل قصارى جهدها، قصارى جهدها، جهد الحكومه، عايز ملكيه للحكومه. طب ملكيه الغير العاقل اسمها اتس، اسمها اتس من غير ابوستروفي. في فرق يا شباب بين اتس وإتس بأبوستروفي من غير أبوستروفي. إتس دي ملكية اللي من غير أبوستروفي، ملكية لغير العاقل. أما دي ملك، أما دي إشارة لغير العاقل. بشاور على حاجة، إتس أ كار، إتس أ كار، دي إشارة لغير العاقل، دي ملكية لغير العاقل، قصارى جهدها، جهد الحكومة. طب ما دي فيها أبوستروفي، دي إشارة، إحنا عايزين ملكية، يبقى التانية غلط. أدخل على القناة بالتحديد قوائم التشغيل، اكتب حلقات قوائم التشغيل جرامر ويز مستر نجار، احضر حلقه اسمها ما الفرق بين اتس واتس، واحده ابوستروف والثانيه من غير ابوستروف، هتسمع كلام حلو جدا، يا ريت تكتب اللي انا قلته. يبقى كده الثانيه غلط، نيجي بقى للثالثه، يبقى عندي اما الثانيه اما الرابعه، تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشه الافراد، مستوى معيشه الافراد، يبقى الافراد ده هو المالك، individuals افراد بتنتهي باس، يبقى ابوستروفي بعد الاس، يبقى الحل هي رقم 3 لان رقم 4 ما فيهاش ابوستروفي. عرفنا الاولى غلط ليه، وعرفنا الثالثه غلط ليه، والرابعه غلط ليه، يبقى الاجابه الصح هي حبايبي هتبقى هي طبعا نمبر بي، هتبقى هي الصح نمبر بي. يا مستر ليه بقى الثالثه غلط؟ عشان الاتس ابوستروفي، يبقى الحل نمبر بي. خلاص يا شباب، بعد كده عندي ان استصلاح الصحراء وتحويلها لارض، تمام، الى ارض زراعيه ضروره لتحقيق الاكتفاء الذاتي. معايا ولا لا؟ تعال نشوف. طيب نشوف كده، نظبط الدنيا عشان الناس تشوف اكتر. يلا يا حبايبي، يبقى استصلاح الصحراء اند تيرنينج، وتحويل الاراضي الى اراضي زراعيه. الاولى غلط لان جاب ثقافيه، يبقى الاولى غلط، تمام كده، الى اراضي زراعيه، تمام، اجريكالتشر لينز، اراضي زراعيه، هي عباره عن بيقول لك ضروره، ضروره، ضروره اسمها انيسيسيتي، ضروره، انيسيسيتي، انيسيسيتي، ضروره. يبقى الثالثه هي اللي صح، الثانيه غلط لانه حط ام عن السيسري، لانه حط ام عن السيسري، المفروض ان السيسري اكتب عليها صفه تبقى من غير ا، تمام. خلاص، يبقى الاجابه الصح هي نمبر سي. طب يا مستر بالنسبه بقى الرابعه ليه غلط؟ food sufficiency، اكتفاء ذاتي، الكلمه دي مهمه جت في امتحان ثانويه عامه، food sufficiency، اكتفاء ذاتي للغذاء، يبقى عندي سي هي صح، سي هي صح، اما دي غلط عشان necessary، هي necessity. الاخيره ليه غلط؟ عشان food sufficient، food sufficient معاه، تمام كده حبايبي. طبعا food sufficient اسمها food sufficiency، اكتفاء اللي هو الاكتفاء الغذائي، اكتفاء طبعا sufficiency، اما sufficient دي طبعا كافي ودي صفة. يبقى عرفنا كده ان الصح هي number C. بعد كده رقم 3، يهدف التعليم الى اعداد جيل قادر على مواجهة، تمام حبايبي، وخلق مجتمع منتج. يبقى التعليم aims at، يهدف الى، هي aim تاخد اما to، اما aim تاخد at، ام تول مصدر، ام ات اسم او اي ان جي.
طيب ماشي، يبقى التعليم بيهدف الى تجهيز ماشي كلها صح الاولانيه الى جيل الذي is able to قادر على مواجهه المستقبل وخلق ايوه مجتمع منتج. هنا برودكت منتج، برودكت ده المنتجات نفسها يبقى دي بره. طب هنا الثانيه برودكت في منتج يبقى دي صح. طب يا مستر ليه الثالثه غلط؟ بيقول لك يهدف الى prepare تجهيز جيل الذي unable، هو قال لك قادر، الثالثه غير قادر يبقى بغلط. الرابعه التعليم يهدف الى تجهيز جيل الذي يكون قادر على مواجهه المستقبل وخلق برودكتيف سوشيال. لا استنى، ده هو عايز مجتمع، اما سوشيال دي اجتماعي، سوشيال دي اجتماعي، يبقى دي غلط. يبقى الحل الصح هي نمبر بي، الحل الصح نمبر بي. حبايبي الحلوين، الترجمه اللي بعديها اقامه المعسكرات. اقامه المعسكرات تعلم الشباب التعاون والاعتماد على النفس وتضحيه في سبيل الاخرين. كامبينج المعسكرات تيتشز تعلم. اولا كلمه ليرن يتعلم، هي تيتش تعلم، تعلمنا تعلم الشباب التعاون. يوز طبعا الشباب التعاون كوبريشن، الاولى غلط لان قال اوبريشن، اوبريشن عمليه جراحيه يبقى دي غلط. اما احنا بتعلمنا التعاون يبقى الثلاثه صح لحد دلوقتي. والاعتماد على النفس، الاعتماد على النفس اسمها اندبندنس، اما ديبندنس الاعتماد بقول هنا ديبندنس اللي هو استقلاليه، اما هي اعتماد اندبندنس هنا، اما ديبندنس استقلال يبقى دي غلط لان هو عايز اعتماد مش استقلال. ديبندنس ها خلاص كده حبايبي، يبقى عندي هنا طبعا يبقى رقم بي غلط. اندبندنس اللي هو الاعتماد على النفس والساكريفايس والتضحيه. خلاص كده يا جماعه، فور ذا سيك من اجل مصلحه الاذرز، الاخرين، الاخرين اسمها اذرز، اما دي انذر يبقى دي برضو غلط. يبقى الاجابه الصح نمبر سي. حبايبي الحلوين، بعد ما عرفنا الاخطاء اي حته عايز توقفها وقف الفيديو ورجعها تاني واسمع واكتب على مهلك وذاكر اخطائك بالله عليك بعد الفيديو. حبايبي الحلوين تعالوا نروح مع بعض ونشوف طبعا الامتحان بقى نفسه، الامتحان نفسه يا ترى اول جمله كانت بتقول ايه؟ طبعا ده يونت 1 بارت ها بارت ايه؟ بارت 2. بسم الله توكلت على الله ما افتح بينا يا رب. يلا حبايبي ها ام شور انا متاكد اي هافنت سين، طبعا ده مضارع تام ها منفي بيساوي الماضي البسيط المثبت. طب انا ما عملتش الحاجه دي من قبل، يبقى معناها اول مره اعملها، يبقى هنا ايه اول مره اعملها؟ يبقى ات از ذا فيرست تايم تو سي ذس مان. خلاص كده يبقى دي اول مره اشوف هذا الرجل، يبقى الجمله الاولى حلها الاولى ايه. تمام في طبعا نطلع بملحوظه يعني عشان بحب اكتب ملاحظات مع حبايبي. ات از ذا فيرست، ات از ذا فيرست تايم، خدناها الاسبوع اللي فات ان ذا فيرست الاعداد الترتيبيه بيجي وراها تو المصدر، يبقى ات از ذا فيرست تايم بيجي وراها تو المصدر، ده تعبير. يبقى انا ما شفتوش من قبل هذا الرجل، يبقى الراجل ده اول مره اشوفه. تمام ما ينفعش اقول ات از ذا فيرست تايم تو سي ذس مان. طب ليه يا مستر؟ عشان انا بيقول لك انا ما شفتوش قبل كده، يبقى دي اول مره مش اخر مره، يبقى دي غلط. ودي برضو غلط عشان اخر مره، ودي بيقول لك ات واز هو ما شفتوش قبل كده، يبقى دي اول مره، دي مضارع ما ينفعش تيجي ماضي. وي نوت يوجوالي اور دينر ات 9 o'clock، دي عاده احنا بناخد العشاء بتاعنا ايه حبايبي الساعه 9. يوجوالي هاف، طب ليه ما خدناش هاف يوجوالي؟ اكتب كده الكلمات الداله، الكلمات الداله على المضارع البسيط تاتي قبل الفعل الاساسي وتاتي بعد فيرب تو بي، تاتي قبل الفعل الاساسي وبعد فيرب تو بي. ادي الفعل الاساسي هي تيجي قبله، تيجي قبله وتاتي بعد فيرب تو بي. يعني لو عندي عايز اقول هي از يوجوالي، شوف هي از يوجوالي، الكلمات الداله تاتي بعد فيرب تو بي، الكلمات الداله تاتي بعد فيرب تو بي، الكلمات الداله تاتي قبل الفعل الاساسي. لو عندي فيرب تو بي الكلمات الداله تيجي بعده، عندي فعل اساسي غير فيرب تو بي الكلمات الداله تيجي قبله. يبقى نكتب كده الكلمات الداله على المضارع البسيط لها موقعين، اما تاتي قبل الاساسي اما تاتي بعد فيرب تو بي. عشان كده ما ينفعش اقول هاف يوجوال. بيقول لك كويكلي از، اجري بسرعه. تمام على الرغم ان جري بسرعه هو مش قادر ايه يفوز، على الرغم ان هو جري بسرعه هو مش قادر يفوز. ايه يا مستر قصه از دي بقى؟ بص يا حبيب قلبي، بص يا عم، في رابط عندك اسمه از بمعنى على الرغم ان، از بمعنى على الرغم ان، بيجي قبليها صفه او حال. از على الرغم ان بيجي قبليها صفه او حال.
ثم فاعل ثم فعل. على الرغم ان الله شوف النجار وامتحانات النجار وتركاته اهو، يبقى الحل بيه بيأتي قبلها صفة او حال ثم فعل فعل. بتساوي مين؟ اكتب بتساوي however، ما معنى برضو على الرغم ان، بس بيجي بعدها صفة او حال ثم فاعل ثم فعل. however صفة او حال ثم فاعل ثم فعل. يبقى عندي رقم ثلاثة تاخد بيه as، يبقى عندي however صفة او حال ثم فاعل ثم فعل. however على الرغم بس بعدها الصفة والحال، as على الرغم قبلها الصفة والحال، وبرضو على الرغم ان. طبعا regard is of دي خدناها في نوت 1، على الرغم من ايه الباد كولد نزلة البرد الشديدة دي هو لعب. regard is of على الرغم من بتساوي in spite of وبتساوي despite. طب يا مستر ليه ما خدناش despite؟ despite ما تاخدش of، اللي بتاخد of هي in spite وألزو ما تاخدش of. how long ago قلنا بيجي وراها did، how long ago بيجي وراها did، تمام. while while he was ماضي بسيط، لان فعل to be ما بياخدش ing. لو حضرت حلقه التركات الحلقه الاولى هتلاقي الكلام ده. يبقى عندي while he was on vacation على الرغم ان هو كان في اجازه، هو لعب ميني فوتبول ماتشز. ملك نقط ولدت، تمام. في هي was born ولدت. طب was born في born الاخيره لو زادت ايه بمعنى يتحمل، اكتب يا شباب. يبقى born دي من غير الايه يولد، هي ولدت، اما بالايه يتحمل. خلاص كده يا شباب خد بالك من المعاني. العماره بتاعت الشقق دي was built بنيت ان دي انه تاريخ ماضي بسيط، انه تاريخ ماضي بسيط، انه تاريخ ماضي بسيط. طب يبقى العماره دي بنيت، يا مستر ما خدناش ليه وير؟ يا حبيبي يا راجع على العماره، العماره عماره من الشقق بنيت، يبقى واز، ودي قلناها في الواجب. I used to eat، انا اتعودت اكل في المطعم في نهاية كل أسبوع. هذا يعني used to eat عدا ماضي، عدا ماضي، يبقى معناها إن أنا حاليا إيه مش باكل، I don't eat، أو لم أعد، أو كانت عادتي. طب ما يبقوا التلاتة صح، يبقى الإجابة الأخيرة دي. ودي طرق التعبير عن العادة في الماضي، وجات تركات وجات في الكتاب. in addition to بيجي وراها الفيرب ing يبقى being، in addition to بيجي وراها الفيرب ing كانت language notes unit 1. at that time my father في هذا الوقت اللي والدي وصل فيه انا كنت بلعب شطرنج اتشيس، في هذا الوقت اللي كنت بلعب فيه. اكتب كده اي موعد في الماضي ماضي مستمر، اي موعد في الماضي ماضي مستمر، في هذا الوقت كنت، واي كان وكنت ماضي مستمر. حينما انا كنت طالب اي usually studied عدا ماضي. طب يا مستر عدا ماضي، طب ممكن عدا ماضي used to study، مش معنى خدت usually studied عشان عطف على got، شوف and got and got. لو قال and get and ومصدر يبقى قبلها مصدر، كنا خدنا used to study. لو قال and get and ومصدر and عطف يبقى قبلها مصدر، كنا قلنا used to study. اما هو قال and got اكتب ماضي، واكتب and حرف عطف اللي بعدها ماضي، قبلها ماضي، يبقى انا عايز ماضي studied، يبقى اختار نمبر بي. حته دي جمله مزيكا دي، تعلمك التقل الجمله دي، تقرا للاخر. بعد كده بيقول لك علي ما انهاش الواجب الى الان، هذا يعني ما انهاش، يبقى هو ما زال بيحل الواجب، still ما زال مضارع تام منفي او مضارع تام مستمر. ادم هاز جاست بوت تون مشتري، طب يعني تون a short time ago a moment ago، وبتشير الى الماضي البسيط. هما تلات كلمات تون a moment ago just short time ago، كل ده ما فيش الكلام ده. بيقول لك شرم الشيخ we stayed، احنا مكسنا في فندق اربع نجوم، يبقى اثناء ما كنا في شرم الشيخ نمشي بالراحه. جاست از ما يجيش وراها اسم، وايل ما يجيش وراها اسم، لازم اسم بحرف جر. اخر حته في الماضي المستمر الجرامر يونت 1 معموله فين دي؟ مشروحه. اكتب انظر حلقه التركات الحلقه الاولى. وايل ان، وايل ما يجيش وراها اسم مباشره، لازم اسم بحرف جر. اثناء ما كنا في شرم الشيخ. طب ليه ما خدناش ديورينج؟ قال لك ديورينج ما يجيش وراها الاسم حسب المعنى. هنا حسب المعنى، في حاجه اسمها اثناء شرم الشيخ، ديورنج عايزه اسم، بس هنا مش هينفع عشان المعنى مش هيمشي. موايل اثناء وديورنج اثناء، بس المعنى هيمشي مع مين؟ لو خدت اثناء اقول اثناء شرم الشيخ، ولا اثناء ما كنا في شرم الشيخ، كنا في عايز في معايا ولا لا؟ يبقى الحل سي، عشان خاطري بوقفها واسمعها تاني.
عندما كنا في أجازة we always are watched. عادة ماضي. Where يبقى watched. عادة ماضي. والعادة ماضي ماضي بسيط. The last match المباراة الأخيرة افتقدنا. تمام ايه حبايبي ايه البنالتيز طبعا بيقولك افتقدنا ضربتين جزاء ضيعناهم. ده اسم. مين اللي جراه اسم؟ during. during يجي وراها اسم. اما while لما يجي وراها اسم لازم نحط له حرف جر. زي while انها. زي while انها. بعد كده he couldn't attend ما حضرش طبعا زواج اخته. due to بسبب his illness مرضه. what information ايه المعلومات التي يجب ان تدرج في ايه البراجراف الاخير المعلومات ده. طبعا البراجراف الاخير بنحط بروبوزل الغرض او دعوة من اجل العمل. ده بالتحديد في البراجراف الاخير للايميل. اخر فقرة في الايميل بحط الغرض من الايميل بختم بيه. البروبوزل الغرض او نداء من اجل ايه عمل معين او حدث معين. هل السبجكت الموضوع هو بيقولك في الفاينل معايا ولا معلومات عن الموضوع ولا يور كونتاكت بيانات الاتصال بتاعتك. لا بيانات الاتصال بحطها فوق اللي هو بيانات الايميل نفسها. نقط يوز تو بتستخدم في التعبير عن المشاعر القويه اكسكليميشن مارك علامات التعجب. البوليس هاف كلوز قفل المحطه لان كان هناك ان انسيدنت حادث. تمام حبايبي انسيدنت اللي هو المواصلات. تمام وقلنا لو ما فيش اكسيدنت بتخش هي. انا ما شفتوش ليا فتره. هذا يعني اي يو سي. هذا يعني اتس فتره سنس ماضي بسيط او انا ما شفتوش ليا فتره. يبقى I haven't يبقى A و C هي اللي صح. طب يا مستر ليه ما ينفعش بي؟ ازاي مضارع تام مع أجو فمش هتنفع طبعا. خلاص بعد كده يا شباب الجملة 23 they were هما كانوا accurate دقيقين جدا في التنبؤ بتاعهم. خلاص لدرجة ان هو مش بيقولك ان هيغير حياته تماما بعد الحياة في منطقة فقيرة و she was A وفعلا دلوقتي معاها فيلا. يبقى تنبؤهم دقيق. هما تنبأوا له ان هو كان فقير وقالوا ان هيبقى غني وفعلا دلوقتي معاه فيلا. يبقى accurate دقيق. I'd rather فاعل ماضي بسيط. طب I'd rather من غير فاعل مصدر. يونت 1 8 One of the Egyptian government's biggest tasks احد مهام الحكومة to control and تتحكم في spread انتشار كورونا فيروس. spread انتشار طبعا حبايبي دي امراض. اما طبعا publish ينشر اعمال ادبية. hang يعلق. اما appear يظهر. spread and short out of the box. الحاجات الحلوة دي out of the box. ابدأ كده معايا out of the box. تمام يا شباب بيقول لك out of the box. طبعا الجملة الاولى بتقول there is no room. out of the box. الجملة 26 تمام حبايبي الجملة 26 هناخد طبعا while اثناء ما كنا في اجازة. تاني مرة while بيجي مع حروف جر. اما during اسم بدون حروف جر ما تنساش. يبقى while there is no room. التعبير ده مهم جدا. ليس هناك مجال. ليس هناك مجال. no room. اما لو قلنا a room يبقى حجرة. room من غير a مجال. خد بالك. ليس هناك مجال للباسنجرز. دي بقى ما عرفهاش حد غير طالب كان معايا في تانية ثانوي. او في اولى ثانوي. الحاجات دي كنت بقولها في اولى ثانوي وتانية ثانوي. ها. تمام? ليس هناك مجال للعمال الكسلانين. passengers. passengers ركاب. اللي عارف كلمة ركاب ده الطالب العادي. اما طالب النجار اللي تأسس معايا اولى وتانية كنت دايما اقول لهم passengers ركاب او عمال كسلانين. ليس هناك مجال للعمال الكسلانين. everybody كل شخص يجب ان يشارك في هذا العمل. passengers عمال كسلانين. الطلبة will be playing هيلعبوا on court في الملعب. طبعا هنا عشان طبعا زي ما انت شايف ايه هيلعبوا تنس ملعب التنس والباسكت. تمام تنفع فيلد ملعب برضه بس ما تمشيش على الباسكت والتنس. ادمز فوتبول فريقه is not very good. طبعا هم خسروا في الجولة الاولى راوند. بعد كده الغضب اللي على وشه كان صادم على وزن فاعل. اي كلمة على وزن فاعل ING. عارف بقى لو حد حافظ هياخدها شجد. بتاعت شجد بتاعت يونت 1 طبعا ده مش ينفع. some people بعض الناس تايب اب بيكتبوا كابس بينسخوا عكس كلمة honest امين dishonest غير امين. اي تعبير من دول not لا نستخدمه في الفاينل. لا نستخدمه في الفاينل. فيرست ثري اولا اما كلهم فاينل. تو سام اب و كونكلوجن تو كونكلود. حبايبي وين يو ار رايتنج لما انت بتكتب انت بتستخدم از ويل از عشان بتدي معلومه اديشنال اضافيه. احنا نستطيع ان نستخدم تو كونكلود لكي نقدم تلخيص الموضوع. وفي الخاتمه عندما انت بتكتب انت تستطيع تستخدم وايلست عشان بتقدم كونتراست تناقض معلومات متناقضه. بعد كده المقال الاقناعي بيقدم ادله بتقدم اكستند ايفيدنس قائمه على مناقشه اللي هو ارجومنتيف الجدلي.
بعد كده بيقول لك 38 خلصنا 37 قلنا بي 38 حبايبي الجملة 38 طبعا 37 نخش على 38 بيقول لك ايه بقى 38 جملة اختياري بتقول all the children كل الاطفال deny طبعا بينكروا الاكل ولكن مفيش كيكة الان خلاص كده يبقى deny بعد كده عندي الجملة ها حبايبي هتبقى الجملة 39 الترجمة هتبقى الاخيرة 39 الترجمة الاخيرة دال يا جماعة الترجمة الاخيرة طبعا هنا بيقول لك ايه ها شوف بيقول لك nation's progress is achieved تقدم الامة يحقق يعني تتقدم الامة بفضل الجهد ما التقدم ده يحقق يعني تتقدم شوف التقدم يحقق يعني تتقدم اما تقدم الامة بفضل ده هنا قال تقدم الامة ما قالش يحقق يبقى الاولى غلط بعد كده عندك ايه بعد كده قال لك ايه تقدم الامة بفضل ما قالش برضو يتحقق يبقى التانية كده بعد كده قال لك الاثار هي الجهود يبقى التالتة غلط الصح تتقدم طبعا عشان جاب التقدم يحدث يبقى بيتم التقدم فنقول عليها تتقدم اللي بعديها طبعا الاولى The Egyptian political تمام leadership القيادة المصرية الحكيمة لقد نجحت في وضع حد للاعتداءات العنيفة على قطاع غزة تمام حبايبي طبعا غزة اللي هي النقطة خلاص حبايبي لقد نجح القائد هي مش القائد هي leadership اكتب قيادة لقد السيادة المصرية في وضع حد للاعتداءات على قطاع غزة هنا ما حطش العنيفة يبقى التالتة غلط هنا ضوابط طبعا غلط بعد كده ناخد اللي بعديها بيقول لك if Egypt wants لو مصر عايزة طبعا هنا ايه achieve تحقق شيء ما هناخد جيم اذا ارادت مصر تحقيق شيء ما فكل شيء يوقفها تمام فلا شيء وقال لك فكل شيء nothing يبقى الاولى غلط عشان كل شيء تمام شيء ما فلا شيء يمنعها ما قالكش يمنعها وقال لك يوقفها تمام وتاريخها الطويل المجيد هو طبعا المجيد خير شاهد هو خير شاهد طبعا glorious اللي هو طبعا حبايبي مجيد تاريخ المجيد تاريخها المجيد تمام كده يا جماعة is the best witness أفضل شاهد خير شاهد اهو دي مش شاهد خير يبقى التانية غلط عشان شاهد خير الأخيرة زادت مصر تحقق كل شيء ما فكل شيء يوقفها هي فلا شيء يبقى هنا برضو الأخير عشان كل شيء يوقف مستر نجار حبيبك أهو نجارك حبيبك ربنا يا رب يكرمكم يلا بسم الله توكلت على الله نخش على مين يا معلم على الكتاب يلا حبايبي نخش على الكتاب على طول حبايبي طبعا احنا عارفين ان الواجب بيبدأ يونت 2 بارت 1 يونت 2 بارت 1 يلا نبدأ مع بعض اللي هو بالتحديد يا شباب اللي هو بالتحديد صفحة 149 بداية الواجب 149 يلا على بركة الله نبدأ على طول رقم واحد شي سيد هي قالت انها هتتحدى ديفاي بارتي ليدر قائد الحزب قائد الحزب وفوت اجينست وطبعا هتصوت ضده فوت يصوت اجينست ضد هتصوت ضده وهذا يعني ان طبعا ان هي سوف تتحدى يبقى الحل هيبقى تشالنج خلاص كده يا جماعة خلاص دير يتجرأ وبيجي وراها تو والمصدر دير يتجرأ بعد كده حبايبي الجملة اللي بعديها بروفيشنال محترف يا عكس هاوي اميتشور بروفيشنال از تو يعني عكس از تو يعني عكس زي ما براود فخور عكسها الشيم خجول بس الشيم خجول من خطأ ارتكبه قلناها في القصة اما شاي خجول بطبيعته خجول بطبيعته الجملة رقم 3 هي حققت اجريت دي الكمية كبيرة جدا من الاسهام تمام كده يا جماعة عايزين كلمة تحطها مكان contribution اسهام هتبقى support معايا ولا لا في المذكرة مكتوب مرادفات لكلمة اسهام مكتوب support وdonation هنا جاب لي اتنين نرجع بقى نشوف المعنى في الجملة جاي تبرع ولا جاي اسهام في فرق تبرع بقى بفلوس بدم يعني الاتنين صح بس المعنى اللي جاي في الجملة ايه لو جاب لك كلمة وحط لك مرادفين تشوف الكلمة دي جاية بمعنى ايه وتختار المرادف الاقرب هي حققت تمام عملت جريت ديل كميات كبيرة وعملت اسهامات كبيرة معايا ولا في شركتنا يبقى ده دعم efficiency كفاءة over these last 7 years في اخر 7 سنين يبقى هنا دعم ما يقصدش تبرع بالدم طبعا خلاص
ماشي يا جماعه انزل. شي از ان اكسلنت تنس بلاير، هي لاعبه تنس ممتازه جدا. خلاص يا جماعه، طبعا تورنمنت بطولات هي طبعا كونتيستس اللي هي المسابقات او البطولات دي في المرادفات. اما الجمله 5 هتبقى انسبايرنج، ملهم، هو بيساعد ويكون ملهم للاخرين. انسبايرنج ملهم اسم فاعل. اما الجمله 6 يا جماعه هتبقى بروتست، يعترض، بيقول لك انفايرمنت ليست علماء البيئه ار بيش دايس بيتحيزوا، تمام، ضد بناء السد، بيقولوا ان هذا ابسط يزعج، وهذا يزعج الايكولوجيكال بالانس، النظام البيئي للنهر. فعل يتحيز هنا يعني طبعا بروتست، يعترض هنا، اما يتحيز مع اما ضد، هنا يقصد بيها ان هم يعترضوا عشان بيقولوا ان الكلام ده هيضر النظام البيئيكولوجيكال بالانس. وبروتست يعترض، ويعترض دي يا جماعه بتاخد حرفين جر، اما اباوت، اما اباوت، اما اجينست، اما اباوت، اما اجينست، خلاص. يعترض ضد. حبايب الحلوين، طبعا هنا الجمله، خلصنا الجمله 6. الجمله 7 المتشردين ار، المتشردين ار طبعا بيترسم عندهم صوره نمطيه انهم بيشربوا الكوليك. ايه الكوليك؟ المواد الكحوليه، يبقى از الكوليك اند ادكتس، ومواد المخدرات، يبقى بيترسم عندهم صوره نمطيه، يعني دايما المتشرد تقول عليه ايه ده بيشرب مخدرات. ستيروتايب هنا جايه فيرب، ستيروتايب جايه فيرب. بعد كده عندي 8 هتبقى هارمد، 8 يا جماعه هتبقى هارمد اهو، بقول لك زي جوارد الحكومة بتوفر الإسكان من أجل الشباب. Who's the welfare اللي رعايتهم؟ Who's اللي رعايتهم؟ Is seriously a prejudice؟ ده the word، كلمة prejudice هنا، تمام، هي مرادفة كلمة harmed. خلاص كده يا جماعة، اللي رعايتهم بيتم التحيز ليها طبعا ضدهم يعني، خلاص، يبقى يأذي، يبقى هنا يقصد بيها اللي هي harm، يأذي، خلاص. طبعا هنا يقصد بيها يا جماعه هارم يوزي، او اكتب كده المتضررين. يبقى الحكومه يجب ان توفر الاسكان من اجل الشباب اللي الذين هوز ويلفير اللي رعايه حياتهم از سيريسلي بريجيدست، تمام. بريجيدست حبايبي يتحيز، هنا جايه فيرب الذي يتم التحيز لهم بشكل خطير، معايا ولا لا؟ يعني لازم نساعدهم، يعني متضررين بشكل كبير. عشان كده فعل بريجيدس هنا جاي فيرب، نحط مكانه ايه؟ هارم، الذين يؤذى حياتهم بشكل خطير، جاي هارم يؤذي، جاي هارم يؤذي. ما التحيز ده اما ايجابي اما سلبي زي ما احنا قلنا قبل كده، خلاص في الشرح. خلاص حبايبي، يبقى هنا جاي هنا يتحيز او تمام، بس ايه طبعا من اجل جماعه دول المتشردين، يبقى هنا الناس اللي بتتاذي وهارم ياذي، يبقى خدتها بيه. بعد كده حبايب طبعا هنا الاولى دي تحيز في مجال الصحافه، الاولى ما ينفعش، وهنا مش جايه يتحيز، هنا جايه يتاذي، خلاص. يبقى الحكومه يجب ان توفر الاسكان من اجل الشباب اللي حياتهم او رعايتهم دي بتؤذى بشكل كبير. كده اظن ظبطت معاكم. الجملة رقم 9 award الجائزة، طبعا هنا award الجائزة سوف يعلن عنها في شهر ديسمبر، الفائزين بالجائزة شهر ديسمبر، يبقى موضوع رسمي. 10 هتبقى A و B و C، 10 A و B و C اللي هو الأمنية والأمل والرغبة. خلاص كده حبايبي، الأمل والرغبة، معظمنا aspire to، تمام، aspire to، تمام حبايبي، يتطلع إلى، خلاص، وظائف جيدة. الجملة رقم كم؟ رقم 11 تبقى got used to، هتبقى ing، got used to ing. الجملة رقم 12 fluency، الطلاقة في اللغات، fluency in، fluency in، fluency in، الطلاقة في الثلاث لغات بتؤهلها، تمام يا جماعة، من أجل العمل. هي A و B طبعا ممكن أقول من فور من أجل، وممكن أقول تو، بتؤهلها إلى العمل، يبقى الحل دي للعمل أو من أجل العمل. اما الجمله 13 هتبقى لاست ويك، الاسبوع اللي فات، الاهلي كلوز تو ا وين، كلوز تو ا وين، حقق فوزا كبير على الزمالك. تعبير يا جماعه اسمه كلوز، تمام، تو وين، يحقق فوزا كبير، كلوز تو وين، يحقق فوز كبير، خلاص، تمام كده حبايبي. وده اللي هيحصل الايام الجايه. الجمله 14 1930 شي كواليفايد، هي تاهلت. طب يا جماعه تاهلت، لو انا قلت تاهلت ك صح، تاهلت لكي تعمل ك صح، تاهلت لكي تكون صح، يبقى الإجابة الأخيرة هي الصح، تعمل كا، لأن أز عايزة وظيفة، أو لكي تكون. اللي بعديها يا جماعة رانك، طبعا ليس دائما من السهل أنك أنت تصنف الطلاب طبقا لمين؟ لقدراتهم. يبقى الأخيرة دي. أما investigator، المحققين ما زالوا بيحاولوا، المحققين ما زالوا بيحاولوا determine، أن يحددوا سبب الفاير، الحريق.
يحدد سبب الحريق. جاي طبعا ديرمينيشن الاصرار. الجمله 17 يبقى الاطفال توت. الاطفال توت المتعلمين اللغات الاجنبيه ار كذا. توت هنا متعلم اسم مفعول. اسم مفعول بي بي يا جماعه. مش هينفع دي يا جماعه. لو خدنا دي الاطفال يعلموا لغات اجنبيه ونقف ونقف. لو خدت الثانيه يبقى تقف عند اول جمله. الجمله الاولى بس ده مبني المجهول. اما ما دام اكملت الجمله اعتراضيه يبقى ده اسم مفعول. لو كملت الجمله اسم مفعول ودي قلتها في الشرح. اما لو ما كملتش بجمله يبقى ده مبني المجهول. فلوينت ان طليق فيه. خلاص مش هينفع هنا اقول الاطفال يعلموا لغات يكونوا طليقين. مش هينفع. الاطفال المتعلمين بيكونوا ايه متالقين. يبقى الحل هي الايه يا جماعه اسم مفعول. الجمله 18 المنتجات ميد المصنوعه. المنتجات المصنوعه في المانيا مالها ذات جوده عاليه. كمل بجمله اعتراضيه. يبقى اللي قبليها اسم مفعول. اما لو قلت المنتجات تصنع في المانيا ووقفت كنا خدنا ار ميد. المبني المجهول جمله واحده. اما اسم المفعول بنكمل بعد كده. المنتجات المصنوعه اوف هاي كواليتي ذات جوده عاليه. يبقى الحل ما ننساش سي. يا ريت توقف وتسمعها تاني. الجمله 19 حبايبي هتبقى بلايند طبعا اللي هو التحيز الاعمى ودي قلناها. وينيد احنا محتاجين شخص ما محترف الذي يستطيع ان يشجع الفريق. يبقى انسباير. انسباير يشجع. الجمله 21 هتبقى اي وبي. 21 اي وبي اللي هي البوزيشن. خلاص شي ديمونستريتس هي بتقوم بمظاهرات. تمام بقول ديمونستريت بتتظاهر من اجل الومنز ايه مكانه المراه في المجتمع. ديمونستريت بتقوم بمظاهره مكانه المراه بلي صح بوزيشن صح. يبقى الاخيره هي اللي صح. خلاص تمام. حد خد باله من ويمن ابوستروف اس؟ يعني ما اجي اقول حقوق المراه اروح عاملها كده بص 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 ادي ويمن ابوستروف اس واقول رايتس اهو حقوق المراه. خلاص كده يا جماعه اوعى يا جماعه تقول لي حقوق المراه اس ابوستروف لان المالك مش منتهي باس. خد بالك ممكن ده يبقى عنوان اساي. ذا فالنتيرز المتطوعين بيساهموا بكل وقتهم طبعا. كونتريبيوت تاخد حرف الجر من تو يبقى كونتريبيوت تو يساهم فيه. بعد كده الجمله 23 هتاخد انتو. 23 هتاخد انتو. 23 انتو الاطباء ريسيرشنج طبعا ريسيرش انتو خدنا انه والكلام ده كله. انزل بعد كده اللي بعديها هتاخد اي وبي. اللي بعديها اي وبي معظم الالدر بيبول كبار السن عايزين يستمروا. فعل كونتينيو اما طول مصدر اما اي ان جي. يبقى الاثنين صح نختار الاخير. هي از ريماركابل بلاير هو لاعب شديد الملاحظه. تمام هي هاز ون فاز بكل الالعاب. خلاص كده يبقى دي مين دي. خلاص يبقى حبايبي نختار 25 الاخير. ما ننساش شعارنا السنه دي باذن الله 1000 كلمه جديده بنحل عليها. طبعا بدانا نشتغل عليها فعلا بالفعل. 1000 فكره جديده بنحل عليها فعلا. بندخل دلوقتي افكار بعيد عن اليونت خالص زي اللي بيجي في الامتحان اسمه اوت اوف ذا بوكس. اوت اوف ذا بوكس اللي هو الاوبن بوك. خد بالك ما دي الافكار اللي احنا وعدنا بيها بدات تتنفذ زي كلمه باسنجرز اللي جات لك عمال كسلانين. كان يو تمام كان يو بوك ممكن تحجز سكواش طبعا هيبقى كورت هيبقى ملعب هيبقى طبعا عندي هنا سكواش حبايبي ملعب السكواش برضو هيبقى كورت دي كورت القدم يارد فناء المدرسه كورت روم اللي هي طبعا قاعه المحكمه كورت روم قاعه المحكمه الاخيره. بعد كده والحل طبعا سي. اما اللي بعديها اوورد. خلاص كده يا جماعه اوورد اللي هي طبعا بقول جائزه بتبقى رمز ده التعريف. الجمله 28 هتبقى راوند اللي هي الجوله. خلاص يا جماعه كل ده موجود يا جماعه في التعريفات بالنص. اللي بعديها ذا فيرست راوند اول جوله برضو تمام في بطوله اولمبيا المفتوحه. اما الجمله 30 هتبقى بي وسي. الجمله 30 هتبقى بي وسي يهزم بيت او ديفيت يهزم شخص يهزم شخص. اما 31 هتبقى فارماسيست اللي هو صيدلي تمام كل دي تعريفات تمام. لو ما فيش صيدلي دي ناخد كيمست معايا ولا هو الشخص الذي يعرف الادويه اللي انت بتاخدها لكي يجعلك بيتر. لو ما فيش فارماسيست اخد كيمست اللي هي بالامريكا معايا. 32 رانك اللي هي الرتبه الناس بيصنفوا هونج كونج بيصنفها ك حط دايره على الاس بيصنفها اغلى بلد. بعد كده يا جماعه الجمله اللي بعديها تمام قلنا رانك بعد كده ترمينيشن اصرار بيقول لك العمل جدول اصرار ده المثال بتاع المذكره كيتو حط خط تحت كيتو. بعد كده رول موديل قدوه الواجب يا جماعه ما فيهوش حاجه خالص سهل بس احنا اهم حاجه نكون حالين صح. بعد كده انترفيوز ار اوفن ار اوفن حبايبي طبعا هتبقى بي وسي.
هتبقى بي وسي اهو يا شباب اهو بي وسي الانترفيور غالبا طبعا افكتد وافكتد وانفلونسد هناخد بي وسي معناها يؤثر وانفلونس يؤثر يبقى هما يتاثروا بي مبني المجهول بي وسي يبقى ناخد الاخيره افكتد دي تشتغل فعل بمعنى يطبق او يصنع خد بالك منها دي معلومه خبيثه يطبق او يصنع يطبق او يصنع خلاص يطبق قانون بالتحديد مش يطبق اي حاجه خلاص يا جماعه الجمله 36 الجمله حبايبي 36 هتبقى الاخيره impressively طبعا ده حال والحال بيدخل على الصفه يبقى حال زائد صفه تمام يبقى الاخيره بعد كده الجمله 37 هتبقى lecturer محاضر وده تعريف اما الجمله 38 هتبقى contribution اسهام وده تعريف اللي بعدها prejudice اللي هو التحيز هو unfair ده تعريف يا جماعه ده تعريفات عشان كده مش بقف عندها تعريفات في المذكره ثابته بعد كده overcome يتغلب على overcome يتغلب على الرياضيين الناجحين قادرين يتغلبوا على مشاكلهم يبقى overcome اللي بعديها طبعا النمطيه خلاص هي fixed idea فكره ثابته عن الناس طبعا ده تعريف الجمله 42 هتبقى tournament بطوله تمام الفيفا وورلد كاب طبعا انترناشونال بطوله دوليه بعد كده الجراند سلام الجراند الجمله رقم 42 هتبقى نمبر بي اما 43 بيقول لك 80 تيمز 80 فريق انتر بيدخلوا ذا فيرست راوند الجوله الاولى تمام كده يا جماعه طيب بيدخلوا الجوله الاولى طبعا ذا اولدست كومبيتيشن بيقول لك ذا اولد كومبيتيشن ان وورلد وايد تمام كده حبايبي طيب بعد كده 44 هتلاحظ ان الجمله ما فيهاش اختيارات 44 ذا اوستراليان تنس بلاير رود لافر اكتب كده جنبها بين قوسين جراند سلام دي اسم بطوله تمام جراند سلام اللي هي الجمله 42 الاختياري مين الاختياري الثاني في الجمله 42 بص كده 42 خدنا تورنمنت 42 تحتها اربع اختيارات هم دول الاختيارات بتوعت مين بتوعت الجمله رقم 44 والحل هيبقى جراند سلام اسم البطوله ها اهو تاني اهو تبقى جراند سلام ده اسم بطوله جه في القطعه تمام يا جماعه يبقى حبايبي هنا 80 فريق دخلوا اول تمام اول فيفا اوف كاب تمام حبايبي انترناشونال تورنمنت يبقى الجمله 42 بي 43 بي 42 بي 43 بي 42 بي 43 بي 43 بي يا جماعه عشان بس اتلخبطت انا في رقمين ورا بعض خلاص كده يا جماعه طيب اما الجمله 42 مكتوب تحتها اختيارين انا اخد الاربعه اللي تحت دول هيبقوا في الجمله 44 والحل هتبقى الاولى وده اسم بطوله اما 45 هتبقى كورت 45 هتبقى كورت يا جماعه خلاص اللي هو الملعب اما 46 هتبقى اوف خريج من ده اسم طبعا عشان اجرادويت في فيرب تو بي اما الجمله 47 اون لو عايز مثلا سمعت رقم عايز تعيد وقف الفيديو وارجع وبالراحه ما توترش نفسك واسمع وذاكر بعديها سبند ماني اون ينفق فلوس على اما الجمله 48 هتبقى ماي انجلش لكتشرر تمام محاضر لغه انجليزيه محاضر اللغه الانجليزيه لكتشرر محاضر 49 فيزيست فيزيائي هو خبير في الفيزياء تمام حبايبي طيب اما الثانيه دي طبيب بعد كده عندي 50 رول موديل اللي هو القدوه خلاص كده يا شباب بعد كده يا شباب اهو دي طبيب اللي هو الطبيب الباطن بعد كده قدوه رول موديل بعد كده الجمله 51 هتبقى النمطيه 51 هتبقى النمطيه 52 هتبقى كونتريبيوشن اهو ميد كونتريبيوشن يعمل اسهام اما الجمله 53 هتبقى كواليفاي يتاهل كواليفاي يتاهل اما الجمله 54 ياسمين مصطفى از ا جريت طبعا رول موديل قدوه تمام يا شباب هتبقى رول موديل قدوه اللي بعديها فيزست فيزيائي تمام كانت فيزيائيه مشهوره اللي بعديها انكارج تمام انكارج مفعول طول مصدر انكارج مفعول طول مصدر طب لو انكارج ما جاش وراها مفعول يبقى اي ان جي لو انكارج ما جاش وراها مفعول يبقى اي ان جي يعني لو شلت هير اقول ستادينج لو شلت هير اقول ستادينج الجمله 57 تمام يا شباب هتبقى الاخيره 57 هتبقى الاخيره بي يو سي اما 58
اما 58 هتبقى بلينج. she has only been playing professional. تمام، هي بتلعب طبعا تنس احترافي منذ يناير الماضي. she has been playing. تمام، عشان تنس رياضه فيها كوره، اي رياضه فيها كوره ناخد فعل بلاي. دي خدناها في الكوليكيشنز في المتلازمات. الجمله 59 انا اختار الاخيره، 59 الاخيره هي هناخد A و C. A تمام و C، فازت او حصلت على منحة. اما ينفعش اقول اخدت منحة، لكي المنحة تاخد اما receive اما one. بعد كده هناخد فعل made، اتخذ قرار، كلمة decision قرار، اما تاخد make اما تاخد take، يتخذ قرار. خلاص انزل بعد كده. نادية is a nurse، نادية ممرضة التي فازت بأوورد بجائزة، فازت بأوورد جايزة. بعد كده 63 qualified as، تأهلت كان، qualified as تأهلت كان. يبقى عندي 63 تأهلت كطبيبة، أنا أخد qualified as، يبقى عندي هنا هنختار B تأهلت كان. بعد كده spend money، ينفق فلوس على، يبقى on ing، spend money on ing. عارفين لو ما فيش on ing دي أخد إيه؟ spend money buying على طول، بس لو ما فيش اون ان جي. خلاص حلوه قوي الكلمه الاخيره دي، لاكشري جودز، السلع الترفيهيه، السلع الترفيهيه. خلاص يا جماعه الجمله 65، تمام الجمله 65 هتبقى يا جماعه هتاخد دو، 65 هتاخد دو، دو اكتيفيتي يقوم بنشاط. اما الجمله 66 هتبقى تمام 66 وان تانلز انفاق الرياح. تمام كده حبايبي، بيقول لك لارج تيوبس انابيب كبيره، تمام، بتستخدم لكي نقل بعض اعمال الاوبجكت او نقل شيء، تمام، ان فلايت اند تيست، وتختبر ايه معدل في الايركرافت في الطائرات، يبقى الواين تانلز اللي هي الانفاق. خلاص كده يا جماعه الواين تانلز اللي هي الانفاق حبايبي، ودي جت في المذكره عندك صفحه 14. عندك بعد كده 66 قلنا الاخيره اللي هي طبعا انفاق الرياح او انفاق هوائيه. 67 ديفايس جهاز، تمام 67 هتبقى ديفايس جهاز. ذا فيمس ساينتست، العالم المشهور اخترع نيو ديفايس جهاز. اما دي نصيحه، دي نصيحه، دي ينصح، دي ينصح. خلاص يا جماعه، طيب ديفايس الاولى يبتكر، يبتكر نصيحه، جهاز ينصح. كارنتلي حاليا، دي حال طبعا والحال بيجي بعده كوما. بيقول لك كارنتلي حاليا، انا اخد طبعا كلمه ميشن، مهام من الفضاء، مهام الفضاء، يبقى ناسا ميشنز. واي ليفنج، اثناء الحياه في امريكا، دكتوره تهاني عمرو، اولسو ايضا ا لوت اوف فالنتيرنج، طبعا قامت بتطوعات كتيره. يبقى حبايبي هنا دو، دو فالنتير، ده من الكلمات اللي بتيجي مع دو، يبقى ديد. خلاص من اجل المجتمع، يقوم باعمال تطوعيه، اكتب كده دو فالنتيرنج، يقوم باعمال تطوعيه. بعد كده عندي 70 هتبقى ديبارتمنت، قسم، منذ عام 2016 هي اشتغلت في الناسا، قسم الناسا تكنولوجي ديبارتمنت. اللي بعديها كومبيتينج، تمام، كل الدول المتقدمة تنافس كل منهما الاخرى، كومبيتينج. اللي بعديها طبعا ده يونت 1 اللي هو رقم مفرد اسم، اللي هو يا شباب بالتحديد اللي هي الصفة المركبة، يونت 1 رقم هايفن مفرد اسم، ما ينفعش ابوستروف اس طبعا، لان ده بيبقى مفرد، لان ده صفة، لان ده مفرد وده بيبقى صفة. بعد كده الجملة 73، 73 بيقول لك ايه، عام 92 شي جات، حصلت على ماسترز ديجري ان، طبعا شهادة في، شهادة في ديجري ان، زاك لاي كورت، الملاعب الصلصالية دي بتبقى ايه جادة جدا، فور سام تنس بلايرز تو بلاي، لكي يلعبوا عليها، لكي يلعبوا عليها، يبقى بلاي اون، تمام، اكتب كده بلاي اون، يلعب على، بلاي اون يلعب عليها. اما لو قلت لك بيلعب في المدرسه، بلاي ات، يبقى بلاي اون يلعب على، بلاي اون يلعب عليها. خلاص كده يا شباب، اما بلاي ات يلعب فيه او يلعب عند. خلاص طيب بعد كده عندك هتبقى مين، عندك بعد كده كاريرز، الحياه العمليه. بيقول لك شي هيلبس، هي بتساعد السيدات الاخريات، تمام، لكي يصبحوا ناجحات ان ذير كاريرز، في حياتهم العمليه. دي كانت في القطعه اللي بعديها 76 كونفيدنت، واثقا، ذا جود تيشر، المدرس الجيد بيساعد الطلبه لكي يكونوا واثقين في نفسهم، تمام، زي مستر النجار كده ما بيشجعك. 77 دكتوره تهاني عمرو، جرو اب، تربت، ان سابيرب، في ضاحيه،
جرو اب يتربى في ضاحيه سابرب ضاحيه دي خدناها في الحصه ملتها تمام ضاحيه شي مارد هي تزوجت تمام هي تزوجت عندما هي كان عمرها 17 وانتقلت الى امريكا موفد تو وانتقلت الى تمام وانتقلت الى طب مارد تزوجت دي لو خدت تو يبقى متزوج من شخص مارد تو طب لو خدنا مارد ها ويز متزوج ولديه اطفال خد بالك من الحاجات دي عشان ايه بتيجي بقى في الامتحان الشامل يبقى عندي الجمله 79 هتبقى جريدز 79 هتبقى جريدز خلاص يا جماعه وحصلت على درجات عاليه قلنا الدرجات جريدز اما المؤهل ديجري افتر شي موفد بقى ما انتقلت الى امريكا شي واز ديترمايند كانت مصممه على ديترمايند كانت مصممه على ان تعمل لصالح الناس اما 81 هتبقى اكسبيرينس خلاص حصلت على خبراتها تمام اكسبيرينس خبره تمام يا جماعه ذا اكسبيرينس الخبره بتاعتها كلمه اكسبيرينس دي اكتب كده ممكن تعمل كفعل بمعنى يجرب او يعايش او يمارس اما هنا جايه اسم طبعا خبره تمام طب اكسبيرينسز لو اتجمعت يبقى معناها مواقف الحياه معناها مواقف الحياه خلاص كده حبايبي او تجارب الحياه بعد كده عندك ليفربول تمام 1 فاز في المباراه الاخيره ليفربول اللي بعديها 83 هتاخد انكريز ان زياده في انكريز ان زياده في اما انكريز باي يزداد بمقدار اما انكريز باي يزداد بمقدار انه يعتقد ان التعليم از كيتو اما الناسا از ها الناسا اختصار طبعا ابريفيشن فور ايه الناسا اختصار تمام ابريفيشن فور بص بقى ابريفيشن اختصار واكرن اختصار لا ركز لي بقى الحته دي بقى دي اختصار ودي اختصار ركز بقى ايه الفرق لو الاختصار اكتب كده لو الاختصار نطق على شكل كلمه لو الاختصار نطق على شكل كلمة ناسا استم مدارس الاستم يبقى نقول عليها اكرنم وتبقى سي يبقى الحل هنا سي دي اختصار ودي اختصار طب الابريفيشن الاختصار ينطق على شكل حروف يو اس اي لو بنطق الاختصار على شكل حروف اقول عليه ابريفيشن لو بنطق الاختصار على شكل كلمة اقول ايه اكرنم خلاص ما تنساش المعلومة دي خلاص تمام كده يا جماعه يبقى ده اختصار وده اختصار الاختصار على شكل حروف ابريفيشن على شكل كلمه انا قلت ناسا ما قلتش ان اي اس اي لو قلت ان اي اس اي لو قلت كده يبقى كده حبايبي ناخدها ابريفيشن اما انا اسمها ناسا اما يو اس اي دي ابريفيشن اما الاكرنم الاختصار ينطق على شكل كلمه طب يا شباب يبقى الحل هنا سي نرجع ونكمل لونج مان يلا حبايبي لونج مان الجمله 86 هتاخد بريجيدس تحيز طبعا ها اهو يا جماعه التحيز ضد الناس من ثقافات مختلفه اللي بعديها اتند قلنا اتند سكول كانت في جمل الكتاب في المذكره اوبستكل عقبه طبعا اهو بيقول لك زميش عقبه الكبيره لتحقيق هذا المشروع هو الفلوس اللي بعديها ديترمينيشن اصرار انا متاكده تمام ان يو سبريد يور سبيريت روحك روح الاصرار بتاعتك يبقى عندي ديترمينيشن اصرار اللي بعديها رانك يصنفوا الطلبه انترمز حلو قوي انترمز دي انترمز معناها من حيث خلاص يا جماعه من حيث انترمز اوف خلاص او فيما يخص يبقى 90 رانك 91 اوفركم يتغلب على هذه المشكله بعد كده عندك بقى خلصنا الجملة 91 هات الجملة 92 جيانا فاروق هاز نوت ميدلز حصلت على ميداليات كتيرة حصل على ميداليات كتيرة يبقى نقول 1 خلاص يا جماعة نقول 1 تمام يبقى 1 من الكلمات اللي بتيجي مع مين مع وين اللي هي الميدل 93 هتبقى سي 93 هتبقى سي انيكواليتي عدم المساواة بيقول لك ايه ذا جلوبال ديستريبيوشن الازعاج العالمي او الاضطراب العالمي للاوف ويلز يعكس هاي ليفلز مستويات من عدم المساواه بيقول لك الثروه فيما يخص العالم في اضطراب يعني في ناس غنيه وناس فقيره ده راجع لعدم لعدم التساوي مستويات عدم التساوي فهناك اغنياء وهناك فقراء تمام عدم التساوي انيكواليتي عدم التساوي او عدم المساواه عدم المساواة او عدم التساوي الجملة 94 هتبقى سي
94 هتبقى سي. تمام، تعال نشوف 94 ليه سي. بيقول لك اهو كوفيد 19 ما زال سبريدنج ينتشر، ولكن ضوء از از اند اوف تانل، ولكن هناك ضوء امل ضعيف. هذا يعني يجب علينا ان يكون لدينا كثير منين من امل، خلاص، على الرغم ان كل شيء مظلم، لان هو قال له امل ضعيف. قال له امل ضعيف فين بقى؟ الضوء جاي من من انبوبه او من نفق كده، يعني بيقول لك شعاع طالع كده امل، يعني دليل ان امل ضعيف. هنا جمل حلوه دي على المعنى بقى، هنا على المعنى بقى، هنا معناها ان احنا هنصل الى نهايه النفق. ما حدش جاب سيره النفق، هو هنا تشبيهات، بيقول ولكن في امل جاي من نفق، شعاع بسيط، ضوء طالع من نفق، النفق بيبقى ظلام، فالضوء بيبقى امل ضعيف. 94 هتاخد مين؟ هتاخد سي. 95 هتبقى النمطيه، 95 نمطيه، نمطيه السيدات اللي هم بيشتغلوا في المنازل. اما 96 فاتن از اوفر ذا مون، في غايه السعاده. تمام، في غايه السعاده، يبقى هي اوورد. تمام، لانها فازت بجائزه. تمام، فور كولكشن، كلمه كولكشن مجموعه من، كولكشن مجموعه جيده من، كولكشن مجموعه. حتى ما حد منكم بيتعامل مع مثلا محلات ملابس بس براندات كده، يقول لك احنا منزلين كولكشن جديد، مجموعه بس عاليه. 97 97 هتبقى موديل، 97 هتبقى موديل، طبعا الشخص القدوه اللي هو لوك اب تو، دي كانت في التعريفات. اما الجمله 98 هتبقى لكتشرر، محاضر. 98 اللي هو المحاضر، انا اديت انتباه كبير جدا الى المحاضر، يعطي انتباهي ويحافظ على انتباهي، وكل ده كان في اللانجويج نوتس. الجمله 99 هتبقى كواليفاي، يتاهل ك، يتاهل ك، كواليفاي از. اما الجمله 100، تمام حبايبي، اللي هو الفيزيست، طبعا خبير في الانتراكشنز، التفاعلات سواء الطاقه والفيزيكال يونيفرسي، العالم الكوني، او طبعا هنا فيزيست اللي هو عالم الفيزياء. الاولى دي عالم علم نفس، دي عالم اثار، الاخيره اجتماعي او عالم علم اجتماع. بعد كده في الكتابه اي من هذه الجمل تكون بانك شويت صح، هنختار نمبر سي، لان طبعا ده سؤال، وطبعا السؤال هنا حبايبي بيجي قبله كوما، وجاي طبعا في النص برضو علامة تعجب، لانه وات ا وندرفول سربرايز، ده اسلوب تعجب. اتس نايت تو سي يو، عادل عندك هنا، عادل ده مخاطب قبل كوما، النقطه جوه ادق، بعديها علامات الكوتيشن، يبقى تلاحظ ان الاولى غلط عشان ما فيش الكوما، الثانيه ما بداش بالدبليو كابيتال، تمام، الثالثه ما حطش علامه التعجب لان ده اسلوب تعجب، تمام، الرابعه ما حطش علامه تعجب، يبقى الثالثه هي اللي صح. خلاص، على مهلك كده واسمع، اي حاجة عايز تسمعها تاني اسمع. خلاص، بعد كده بيقول لك اي رابط بيدي كوز، يعني كوز سبب، اللي هو ديو تو. بعد كده 103، تمام، هناخد الاخيرة الوصفي. الوصفي بيقول لك الغرض من هذا المقال ديسكرايب، بس خلص الكلام، انك بتوصف حاجة يبقى ده وصفي. اما 104 هناخد الاولى، 104 الاولى الروائي بيعمل ايه؟ ري اكاونت، بيسرد، ري اكاونت، اكتب كده ري اكاونت، يسرد احداث ومواقف، تمام، تؤثر في الاخرين. يبقى 104 هتبقى الاولى، ري كاونت بيسرد، بيحكي، سرد يعني بيحكي، اكتبها كده. 105 هتبقى الديسكريبتيف، الوصفي، هو جزء بيقول لك اللي انت شايفه قدامك ده، الفولوينج الاتي ده مقال وصفي. عرفته منين 105 وصفي؟ بيتكلم عن كوبري رود الفرج، كوبري رود الفرج احد الكباري الكبيره الحديثه، بيوصف. يبقى عندي 105 هيعتبر وصفي، لان بيوصف كوبري رود الفرج، وده كوبري في القاهره، والحل هي ايه، وحل هو ايه. خلاص، يبقى 105 الاولى. 106 باسيف فورمز، 106 باسيف فورمز، مبني المجهول، بيقول لك الايميل الفورمال الرسمي، فاكرين لما قلنا باسيف تون، او التاني الغير رسمي اكتف. بيقول لك 107، 107 الكونكلوجن، الخاتمه بتاعتك، تمام، هتبقى A وB وC كلهم صح، لان الخاتمه بعيد الصياغه، الخاتمه بدي تلخيص، الخاتمه بدي، تمام حبايبي، اسود بروفينج بيثبت، تمام، كويشن معين او نداء من اجل العمل، يبقى كلهم صح. تمام، خلاص حبايبي. طبعا هنا سؤال مثير اللي هو سود بروفينج، البروفينج سؤال بيبقى بروفينج كويشن، بندعو الى سؤال مثير او قضيه مثيره او ندعو من اجل العمل، كل ده الثلاثه صح، يبقى ناخد الاخيره بروفينج كويشن، سؤال مثير. بعد كده حبايبي 108 بيقول لك التقرير بيتكون من ايه؟ طبعا التقرير خدناه ثلاث اجزاء، وقلنا بنستخدم البريزنت سمبل. خلاص، الجمله 109 يبقى تو سنتنسز،
بيقول لك 109 المقدمة للتقرير بتتكون من جملتين، جملتين هو طبعا جملتين او اكتر، بس الرسم بنقول جملتين، الرسم بنقول جملتين، ولكن هو تكتب براحتك. 110 تمام بيبقى زمني اللي بنستخدمه في التقرير بنكتبه بالبريزنت سيمبل بالمضارع البسيط لانه يتحدث عن الحقائق زي ما احنا قلنا. 111 111 تمام هتبقى A و B، 111 A و B. طب هو A و B اللي هو اللي A و B بقى في كتابة التقارير محتاجين ان نستخدم صفات، بنستخدم صفات كومباراتيف مقارنات تمام وتفضيل، يبقى A و B الدولة ذات الرقم الاكبر، او ممكن نقارن دولة بدولة، اما مقارنة اما تفضيل، سوبرلاتيف مقارنة وتفضيل. 112 هناخد الاخيرة، 112 هناخد الاخيرة ذا ريبورت، التقرير هو نوع من الوصف طبعا والتفسير والاقناع. 113 113 هناخد برضو الاخيرة A و B، بيقولك تو كومبير لكي تقارن شيئين مختلفين، نستخدم ايه بقى لو بقارن؟ خدنا طبعا وايل بينما هو هوفر لك، اما دي خاتمة ملاش دعوة بالليلة خالص. 114 تمام هنختار الاخيرة، 114 هنختار الاخيرة، بيقولك ذا كوركت ريبورت التقرير الصح لابد ان يبقى فيه مقدمة وبادي وخاتمة، صح، يبقى فيه كلمات ربط، كلمات ربط صح، في مجموعة متنوعة من الجمل، يبقى كلهم صح، يبقى الاخيرة. اما 15 هنختار الاخيرة بس في فورم، لان ده بيقول لك عند كتابة الرسمي بيبقى نستخدم المبني المجهول. الجملة 116 هنختار الاخيرة، 116 الاخيرة، بيقول لك كلمة speculate لكي نتوقع الاسباب التي خلف النتائج نستخدم reflect، اللي هو كان الجدول اللي قلنا عليه من اليمين للشمال يا كمال، هاي هي الحتة دي. تو انت بعد كده عندك تمام تو انتروديوس لكي تقدم، الفاينل باراجراف هنستخدم نقول ان كونكلوجن، ان كونكلوجن في الخاتمه. ده كان الواجب صفحه 158 لحد الجزء ده تمام. طيب كان في واجب تاني اللي هو كان بالتحديد صفحه كام، 193 ل 195، يبقى هنجيب دلوقتي 193 ل 195، 193 حل بعد مذكرات السكيلز طبعا اللي احنا اخدناها. يلا شد حيلكم، الترجمة الاولى بيقول لك ايه؟ when you buy عندما انت تشتري، الترجمة الصح ايه؟ هتبقى جيم عندما تشتري طعام تمام. هو بيقول له الاولى عندما اشتريت، هو باي مضارع يبقى الاولى غلط طبعا تمام، فلتشتريه من مطعم موثوق به، ما قالكش معروف ريلابول موثوق فيه، يبقى دي غلط والحل جيم. اللي بعديها حبايبي 589، 589 هتبقى به، 589 هتبقى به، شوف حلينا تراجم في بداية الفيديو، ودي تراجم تاني اهو، most people agree هتبقى به، يتفق معظم الناس تمام يا جماعة، يتفق معظم الناس طبعا هنا مضارع agree، اما هنا بيقولك لقد اتفق الناس، دي غلط طبعا، هنا بيقولك يتفق معظم الناس، هنا بيقولك ايه تمام دائما، حدش جاب سيرة كده خالص معايا ولا لا تمام. ان يوجد ايه؟ لا يوجد مكان، there is no، هنا بيقولك يوجد مكان، يبقى لا يوجد مكان، يبقى طبعا حبايبي هنا لا يوجد مكان no place، يبقى الحل به تمام. اللي بعديها 590 الحل بي، 590 الحل بي، 590 الحل بي، اهو الحل بي، تقف المرأة جنبا الى جنب، الحل بي. طيب 591 الأخيرة، 591 الأخيرة، 591 الأخيرة تمام. ميني انترناشنال كونفرنس، مؤتمرات دولية كتيرة تمام يا شباب، انترناشنال مؤتمرات دولية كتيرة، خلاص كده يا جماعة. كونفرنس هاف بين هيلد، عقدت، هاف بين هيلد، عقدت، لكي نجد السلوشن، حل طبعا، السلوشن تو حل ليه. اما عندك بقى سولوشن 4 دي غلط وسولوشن 4 دي غلط تمام، ماشي يا شباب. يبقى 591 الاخيره، 592 الاخيره، 592 الاخيره، 592 الاخيره، ووتر شورتج تمام، نقص الايه؟ الماء، ما ينفعش لاج، دي لاج دي نقص في الحجم، اما نقص الماء ده تعبير على بعضيه كده، ووتر شورتج نقص الماء خلاص، يبقى مش هينفع لك نقص الماء، هو نقص الماء ده تعبير على بعضيه كده، ووتر شورتج خلاص. طيب 593 هناخد الاخيره، 593
الأخيرة 593 الأخيرة in comparison. تمام in comparison. تمام يبقى عندي 593 بالمقارنة مع تمام حبايبي in comparison to previous rounds بالجولات السابقة. تمام يا جماعة. طيب يبقى هناخد بالنسبة 593 هنختار الأخيرة. تمام في تعبير طبعا عجبني جدا اللي هو compare to. compare ها compare to يشبه بيه طب لو قلت اكتب يا شباب لو compare with يقارن بيه compare to يشبه بيه compare with يقارن بيه. تمام طب compared compared to أو with compared بس تبقى بالدي compared to أو with مقارنة بيه اللي هي in comparison برضو ممكن نقول in comparison with in comparison to in comparison with مقارنة بيه ونختار الأخيرة في الترجمة اللي هي أخيرة صفحة 195 فوق. حبايبي الحلوين في ناس بتسألني بتقول لي فين واجب القصة كان في الفيديو اللي فات واجب الحصة الماضية في الآخر ولازم تذاكر القصة ما تركمهاش فاللي ما لحقش يذاكرها يلحق يذاكرها قبل عشان الأسبوع القادم إن شاء الله هناخد شابتر 2 بإذن الله. بالتوفيق لحبايبي انتهى الواجب حلينا الامتحان حلينا ورشة التراجم الأولانية يبقى كده كله تمام. أستحلفكم بالله بعد الفيديو تذاكر ملاحظات وأي حاجة إن شاء الله تدقق فيها كده ما تكونش فاهمها تدقق فيها وتسمعها مرة واتنين. ما تنساش في التعليقات بالله عليك ادعي لي ربنا يسر لي أمري لأني مضغوط جدا جدا جدا. ربنا يوفقكم والضغط ده عشان أرضي ربنا فيكم بإذن الله وتكونوا مبسوطين معايا. يبقى سيب لي دعوة في التعليقات وربنا يكرمكم إن شاء الله. شكرا بالتوفيق نتقابل الأسبوع القادم في فيديو جديد لحصة جديدة وتكون إن شاء الله معلومات الواجب مفيدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.